السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كتير منكم كلمني على مشاكل لمادة الاي سي تي والماث والساينس، اللي هما من الاخر مشاكل مواد اللغات. يبقى عندنا مشاكل للماث، والاي سي تي دي بقى تحتها مليون خط، والساينس تحته مليون خط، والماث برضو في ناس ما تأسستش فيه، في مدرسين بيجروا فيه، في طالب مش بيفهم كويس، ما بيحلش كتير. فاحنا ان شاء الله باذن الله حاولنا ان احنا نسهل عليكم شويه، يعني حاولنا ان احنا نسهل عليكم. طيب سهلناها عليكم ازاي؟ مبدئيا انا ودكتور محمد، انا بدي ساينس ودكتور محمد بيدي ماس واي سي تي، تمام؟ عاملين معاكم نظام حلو قوي. طيب عشان الغلاء اللي قدامنا دلوقتي بالنسبه لغلاء الاسعار والمشاكل اللي بتحصل، فاحنا عاملين كذا اوبشن. اول حاجه اصلا ان في ناس تتفرج هنا على اليوتيوب، تمام؟ اليوتيوب اوكي، وده تمام جدا، ناس كتير ماشيه عليه، وفي ناس ما بتحبش تاخد دروس وناس بتحب تاخد دروس، فعلى حسب انت ايا كان بتاخد دروس او ما بتاخدش دروس تقدر تتفرج هنا على اليوتيوب. طيب بيبقى حصه اليوتيوب بتنزل، بتكون الحصه اللي احنا بنديها، ولكن بتبقى مش كلها، تمام؟ ليه؟ لان في ناس بتشترك فيها فبتنزلش كلها. طيب ايه الفرق بين ده وده؟ اليوتيوب بيبقى بينزل فيه الشرح، ولكن الحل بشكل كافي كتير جدا، بنحل يعني تقريبا المعاصر بنخلصه في الحصة تقريبا، يعني في كل درس بنحل بشكل كبير جدا. بنقعد نكتب كلمات ونحفظها، تمام؟ كل طالب لازم يكتب كلمات، مفيش طالب بيطلع من غير ما يكون فاهم اللي اتقال كله، تمام؟ بنسأل كل طالب هي فهمت هي ما فهمتش ايه، الدنيا تمام مش تمام، ما بننقلش حتة الا لما يكون الدنيا تمام. عشان كده الدرس بيطول معانا شوية، ولكن ابنك بيطلع مستفيد بنسبة 100%، وده اللي عايزه النظام. النظام من الاخر هو عايز انك طالب يكون فاهم كويس جدا جدا، تمام كده؟ تمام. ده بالنسبة لايه؟ ده بالنسبة لل الماس والاي سي تي والساينس. طيب بنعمل ايه؟ طيب اللي بيشترك معانا ان شاء الله باذن الله بنعمل له نظام كده، المفروض ان ايه ان احنا بنتابعه. طب بنتابعه ازاي؟ بيبقى فيه امتحان زي الامتحان اللي هو ده، تمام؟ وان شاء الله هيبقى فيه هوم ورك كمان هنبعته بالشكل ده، عشان حتى احنا مخلص الكتاب، ففي ناس بتبقى محتاجه ان هوم ورك اكتر، فبنعمل لهم هوم ورك برده ان شاء الله باذن الله. طيب بيبقى مثلا الاكزام بيكتب اسمه، نبدا بقى نساله على معاني الكلمات، معنى كلمه فانكشن، وظيفه، انرجي، طاقه، كل ده خليته يترجمه جوه الحصه. تشين سلسله، لايتنج ينور، فلاش لايت يعني كشاف، اوبريتد يعني شغل، اهم الكلمات اللي هو محتاجها. طيب في حتت بتبقى مهمه جدا بتيجي في التيوز او تيجي كومبليت، فمثلا بيكون كلمه زي كلمه، فلازم بحفظها له في الحصه وبيكتبها عنده في الكشكول وبصححها له طبعا بالشكل ده، تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لل مثلا الساينس، اوكي؟ وبيكون بقى امتحان في تيوز معاني كلمات، اعمله بقى الامتحان بشكل مختلف كل مره عن اللي قبلها، تمام كده؟ ده بالنسبه مثلا لماده الساينس. اوكي نمسح بقى الكلام ده، نشوف مثلا الاي سي تي والماس. طيب نخش على ايه مثلا الاي سي تي. ادي الاي سي تي، ادي الطالب يكتب اسمه، ده الامتحان. نبدا بقى برضو كنا في الحصه نفسها كان دكتور محمد مثلا بيعمل لهم ايه معنى كلمه فيلم ميكر، وكمان في فيديوز نازله على القناه، سواء كان القناه بتاعتي للساينس او قناه دكتور محمد الماس والاي سي تي، باهم الكلمات وازاي يحفظها ومعناها ايه وتفيده في ايه، ودي مهمه جدا 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 للطالب، تمام؟ فمعنى كلمه فيلم ميكر، واسئله using technology in a positive way، تمام؟ معنى كلمة different، بحيث ان احنا نشوف مستوى الطالب وصل لفين، ويتبعت الدرجة لولي الامر، وبنحبب الطالب على قد ما نقدر في المادة، تمام كده؟ ده بالنسبة مثلا لل ايه للاي سي تي. نخش على الماس. برضو نفس الكلام، ادي الطالب يكتب اسمه، وهنا بقى مثلا ايه يعني ايه يونت فراكشن، هنا مثلا 1 over 5 plus 2 over 5 دينا كام، وازاي يعملوا الكلام ده كله، تمام؟ كل ده اتشرح طبعا في الحصة. شغال دكتور محمد، شغال الجبرا وجيومتري، يعني شغال جبر وهندسة مع بعض، تمام؟ بحيث ان هو بناخد من الاول والاخر، علشان ما يبقاش الدنيا متراكمة بشكل وحش، وفي نفس الوقت عشان الهندسة اتقل وكله بيشتكي منها، فعشان خاطر نيجي على اخر السنة مفيش اي حاجة تقيلة، وكل حاجة تاخد بالراحة 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 خالص بكل حب، يعني مش اللي هو ايه ده الطالب هيتلخبط خالص، دي ملهاش علاقة بدي اصلا، والطالب بياخدها بشكل جميل وبسيط جدا جدا جدا، تمام؟
ده بالنسبة للماس والاي سي تي والساينس. بيبقى النظام ان انت تشتغل معانا في الامتحانات، في الكلام ده كله. عايز تحل الامتحانات دي برضو ممكن نبعتها لكم على الجروبات. فانت سواء كان بتاخد معانا، يعني بتاخد او مش بتاخد، تقدر تكلمنا على الواتساب. تمام، ممكن تبعت لي على الرقم بتاعي 010-299-19-557. هدخلك جروب الساينس والاي سي تي والماث، بحيث ان انت اي سؤال تقدر تسأل فيه حتى لو مش بتاخد معايا. تمام، فما اولياء الامور ما يقلقوش. بالنسبة لسعر الحصة، بيكون سعر مش كبير، بل بالعكس هو احنا بنقف في حصة كتير جدا والسعر مش كبير. وبرضه لو عندك مشكلة مادية تقدر تقولي، واللي عندهم بجد اي مشكلة حتى يعني برايفت، حاجة خاصة، يقدر يقولها لي مفيش مشكلة. الايتام يقولوا لنا مفيش مشكلة. احنا بنحاول على قد ما نقدر نسهل عليكم مواد اللغات عشان خاطر تبقى بابسط شكل ممكن. يا رب يكون الدنيا كده ابسط، نتمنى نكون فدناكم بشكل اكتر. بس كده بإذن الله، بإذن الله يبقى الموضوع بسيط وسهل. الجروبات فيها ناس كتير بيسألوا عن أي حاجة، بنجاوب عليهم حتى لو مش بياخد معانا. تمام، عشان بس الناس متتقدرش ان هو حوار ياخد، لان في ناس اصلا المدرسين بتوع المدارس بتاعتهم بيكونوا مجبرينهم عشان اعمال السنة. تمام، فما عندناش مشكلة خالص. اهم حاجة ان يكون كله مستفيد، كله لازم يبقى في احسن حال. كلنا لازم نراعي بعض، شوفوا ايه اللي يناسبكم واحنا معاكم. بالنسبة لليوتيوب بتاعي فاهو، اول ما تكتب دكتور رانيا ساينس، تمام، هيجيلك على طول الفيديوز. تقدر تخش على البلاي ليست عندك على التليفون، هتظهر لك. تمام، لو كتبت هنا برضو، لو طلعت كتبت هنا دكتور محمد اي سي تي، تمام اهو دكتور محمد اي سي تي، تمام هيظهر لك اهو. تمام، هتفتح مثلا اي واحدة، اي فيديو يظهر لك من دكتور محمد وهتلاقي دي الصورة. تمام اهو دكتور محمد ودي الصورة بتاعته. تمام، هتلاقي فيديوز في الماس اهو، في الماس واي سي تي وحاجات كتير. برضو عشان لو الترتيب مش مظبوط بالنسبة لكم تقدروا تبعتولنا، نبعت لكم كل حاجة بالترتيب. يا رب يكون سهلنا عليكم الدنيا اكتر. طبعا برضو هتلاقوا مثلا في هنا في عند دكتور محمد في فيديو اهو، في فيديو اهو، الفيديو ده كلمات ومعاني ونطق كلمات الدرس الاول والتاني اي سي تي. تمام، كل حتة مشروحة بشكل كويس جدا، بدقة، ببساطة، عشان خاطر الطالب يكون فاهمها. في نفس الكلام برضو للساينس في الكلام ده. يا رب يكون افدتكم بشكل كبير. يا رب ميبقاش في مشاكل خالص في مواد اللغات. يا رب نكون هون عليكم كده، دعواتكم بإذن الله. هحط لكم لينك دكتور محمد في اول كومنت. تمام، اللي عايز يبعت لي يقدر يبعت لي على 010-299-19-557. اللي عايز يبعت للدكتور محمد 011-270-670-42. تمام كده، يا رب نكون افدتكم. حلو، شكرا جدا ليكم، ان شاء الله اشوفكم في شرح مادة درس جديد للساينس. شكرا.